جمهور غفير حج إلى ملعب ابن بطوطة بطنجة لحضور حفل تضمن مشاركة قوية استثارت حماس الحاضرين وجعلتهم ينسجمون مع ما أذيع من فقرات. برنامج الحفل عرف مشاركة جمعية نهضة طنجة للتيكواندو بقيادة البطلة العالمية جيهان السباعي. الحمد لله، يعني استطعنا أننا نفرح هذه الأطفال اللي صراحة كانوا في المستوى الحدث، وتطلعاتنا أننا إن شاء الله لإقامة مهرجانات أخرى أننا طبعا سنكون في مستوى الحدث كذلك باختيار نجوم آخرين. إحنا سعيدين جدا بوجودنا في المغرب وخصوصا في مدينة طنجة. صراحة يعني جمهور مدينة طنجة جمهور رائع، يعني أكثر من المتوقع، جمهور متفاعل جدا، يحفظ الأغاني بشكل جميل جدا. تعالت أصوات الحاضرين وتهافت الأطفال على المقاعد الأمامية لرؤية نجوم قناة نون الفضائية والاستمتاع بأغاني لطالما تغنى بها الكبير والصغير.